السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا ومرحبا بكم مع فيديو جديد على قناتي، قناة يومية خميس الجوهري. فيديو النهاردة هنتكلم عن طريقة تعجيل شجرة التين. دي شجرة انزرعها السنة اللي فاتت، هي صغيرة لسه، بس انا هاخد لكم منها كذا عجلة كده. ايه اوريها لكم؟ يعني العود ده بتاع السنة اللي فاتت وكنا واكلين منه تين، بس هو وجع ورقه دلوقتي حاليا لان ده الميعاد بتاعه، وهعمل لكم منه كذا عجلة كده. اوريكم برضو الطريقة. هقطع عود كده وادخل اوريكم في الصوبه جوه. زي ما انتم شايفين كده، دي عجله التين اللي انا قطعتها اهي. دي بنعملها كذا عجله. ده مش المقدر، ده ورقه عليها اهي. دي ان شاء الله هعمل منها كذا عجله قدامكم اهو، لان هي كلها يعني ما شاء الله عيون وعيون محضره خلاص، يعني ايه جاهزه خلاص اهي. زي حسيب، ادي عين اهي، واحد ادي اثنين ادي ثلاثة ادي اربعة ادي خمسة. اخد اول واحدة دي من هنا اهي، من تحت العين اهي، زي العنب بالظبط، زي ما قلت لكم في العنب. الطريقة دي كده يعني حوالي 10 سنتي، وبعدين هي كلها عيون يعني ايه، فان شاء الله هتبقى نسبة الانبات فيها كويس. خلينا اعمل بقية العدة كده وايه وارجع لكم تاني. اهو انا قطع واحد اهوت وواحد اهو تاني، هعملهم عجل وارجع لكم تاني. كده العجل اهيت، او الاقلام اللي انا جهزتها للزراعة جاهزة للزراعة اهي. هي جاهزة للزراعة زي ما قلت لكم. الجزء اللي فوق هيبقى كده، الزاوية دي كده، الجزء اللي تحت اهو من على ايه، تحت العين على طول. هي العين اهي تحت العين على طول، عشان ده اللي بيطلع النمو الجسمي. شوف العودين اللي كانوا معايا، انا كانوا عودين صغيرين، عملوا كام واحدة؟ هذه 2 4 6 8 10، عملت منهم 10 عجلة من فرع صغير، يعني بسهولة قوي. وانت معدي على اي شجرة تين لحد يكون تبعك برضو، يعني مش هتخسره قوي، يعني هتاخد منه عود كده حوالي مثلا متر ولا حاجة، هتعمل منه زي دولت كده، يعني 5 اجلام او 7 اجلام او 10 اجلام. وهو اصلا كده كده الشجرة لازم تتجلم، يعني الشجرة الكبيرة لازم تتجلم، كل ما تتجلم بتطلع نمو خضري اكبر، يعني دي في مصلحة الشجرة مش حاجة تضر الشجرة الكبيرة. تستأذن صاحبها وتاخد لك منه عود وتعمله عندك في اي مكان. وهي عجل التين زي عجل العنب برضو، مش بتحتاج يعني هرمون تجذير ولا بتحتاج تكلفه ولا حاجه في الشغل بتاعها، هي بتطلع على طول يعني ان شاء الله. يلا بينا برضو نروحوا كده على الاكياس الفاضيه ونزرعوها. وانا زارع برضو شويه برضو زي العنب كده قبليه، يعني من حوالي 15 برضو 20 يوم كانوا مع العنب وبادئين يطلعوا نمو خضرة، هوريهم لكم برضه. يلا تعالوا معانا. برضه الاكياس هي لازم نجهزها الاول، ننجي منها الحشائش اللي فيها وندي لها ميه كذا مره عشان لو فيها ملوحه ولا فيها حاجه تنزل زي كده. ونبدا نسمي، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا الزراعه. دريت عين وعين على وش التربة اهيت، وعين اهي في عين اهي على بتنزل على طول اهي، والعين اللي بعدها اهي بنزل الاثنين دول اهمت على حسب العجلة اللي معايا. لو اربعة بنزل اثنين واسيب اثنين، ثلاثة بنزل واحدة واسيب اثنين. بردم عليها برضو كده زي ما عملنا في العنب، وهي كده كده انا بزرع في رمله ففي ميه. على فكره هو ينزرع في رمله ونزرع في تربه مختلطه برضو خليط، ونزرع في طين، يعني اي تربه، التربه المتاحه ليك، اي تربه متاحه ليك ازرع فيها على طول.
مش لازم تربه معينه خالص، بس هي يفضل التربه الطينيه على التربه الرمليه، خليط بين الاثنين عشان تبقى خفيفه شويه وفيها نسبه خصوبه برضو، لان التربه الطينيه خصبه، فنستغل الخصوبه اللي فيها مع شويه رمل عشان ايه يبان ان هي خفيفه. هم زرعنا دلوقتي اهمت دول ان شاء الله بعد 15 من 15 ل 20 يوم هيبدا الانبات زي دول كده. دول انا زارعهم من 15 ل 20 يوم اهو اهو، شوفوا بسم الله ما شاء الله كل عين عامله نمو خضر ازاي غير اللي تحت. بادئ كله اهو يعمل نمو خضر اهو، بسم الله ما شاء الله اهو بادئ يعمل نمو خضر اهو لسه. دول من 15 ل 20 يوم اهو اهو، كله بادئ يعمل نمو خضر اهو، محضر خلاص اهو ان هو يعمل نمو خضري. حتى لسه في حشائش انا ما نظفتهاش والله منه. وعلى فكرة أول ما بيعمل نمو خضري يعني أول ما بيكبر كده شوية بيطلع برضو في عجلة اللي هي بتبقى جاهزة على الإسمار، بتطلع تين على طول، لأن هي العجلة دي من شجرة كانت بتطلع، كانت مثمرة، كانت مطلعة تين، فبالتالي العجلة برضو بتطلع على طول يعني حتى في العمر ده بتطلع. زي ما انتم شايفين كده ده اللي مزرعه لسه اهوت، يعني يا دوب لسه اهوت عشان وقته متاخر شويه على الشجره، برده محضر شويه جاهز ان هو على ان هو يطلع نمو خضرا، لكن ده اللي مزرعه قبل كده. في برضه عجل تانية برضه هنا مزرعة برضه قبل كده اهي، وده بعد العجل برضه اللي مزروعة السنة اللي فاتت اهو. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.